بعد الأجازة، أخبار صحيحة، حوارات عالمية، لقاءات محترمة مفيدة. اشتغلنا على مدار عام كامل بنفس الأسلوب وعلى العهد معاكم للسنة الثانية على الطريق ذاته وأفضل إن شاء الله. كل حاجة في الكورة هتلاقيها متحكمة في مشاعرك في مودك، المهم إنك تبقى مبسوط وإنت بتتفرج على الكورة. مين كسب الدوري ومين هبط ومين ظهر بشكل كويس أو لا؟ إحنا حبيبة الكورة. 51 ميدالية حصيلة مصر من أبطالها في دورة ألعاب البحر المتوسط. تقول عليه الناظر، تقول عليه المعلم، تقول عليه الأستاذ، هو ده بالنسبة لي كل الألقاب اللي تمثلني مع الكابتن الكبير كابتن أحمد شويق. دايما بوصفك أنت وزملائك الأعزاء إنكم بكرة الحلو اللي بقى دلوقتي النهارده الجميل. دائما نستفيد منه، دائما نسمع منه الآراء العظيمة. في أفريقيا أول مرة النادي الأهلي يخسر مرتين في الأدوار الأولانية. معانا واحد من أساطير الكرة العالمية، ماريو كامبس، نجم منتخب الأرجنتين الأسبق. وبالنسبة لي شرف لي أيضا المرة الأولى أو أعتقد المرة الثانية التي أتحدث فيها التلفزيون المصري، وأنا سعيد بهذا. 18 بطولة مع النادي الأهلي في فترة قصيرة جدا، إيه أبرز بطولة فاكرها مع النادي الأهلي؟ أحسن اللحظات في 2006 للنادي الأهلي وليا. على التلفزيون المصري قناة مصر الأولى كان لنا شرف التواجد في مكان عزيز على قلب كل إعلامي مصري. مستمرين مع حضراتكم للسنة الثانية، بنفكر وهنفكر بس إننا ننقل ليكم الخبر بصدق، نشوف مشاكلنا ونعالجها ونشاور على كل الإيجابيات ونفرح بيها. الحياد مش موضوعنا بس الموضوعية طريقنا، لا عايزين ترند ولا نحب الخناقات ولا نشارك فيها. أنت من حقك تشوف مادة إعلامية ممتعة وشيقة وحقيقية دون تزييف، مش حاجة توترك أو تزعجك، وده اللي دايما هنشتغل عليه. يلا بينا نكمل طريقنا معاكم، خلينا مع بعض وإن شاء الله اللي جاي أحسن.